هيدا انا رايح دبي ليك ليك شو صاير في هاي جنيبا شانجي. جون ماري ريش اول شيء مبروك. ميرسي كثير ثانك يو. بعد بالعكس وانا هذا بالعكس تو. جون ماري هل واحد لما بيمشي بالعكس بينجح اكثر مثل ما شفنا عم نشوف جون ماري ناجح بالعكس اكثر؟ هالايام يمكن الموسيقى بالعكس هي المطلوبه اكثر. هيدا كونسبت بلشنا فيه من 6-7 سنين وحابب كمل فيه بالعكس 3 وبالعكس 4 عم نعمل بالعكس كيدز كمان. فهيدا الشيء ما لازم يوقف لانه نحن اللي عم نعمله هو موسيقى مختلفه. هي الفكره انه مختلفه واليوم بكفي موسيقى هي ذاتها هي ذاتها هي ذاتها عم نقدم شيء مختلف وهذا اللي لازم. بدي اقول له الف مبروك لجون ماري، الله يوفقك بكل شيء عم تقدمه لانك انسان مبدع خلاق معطاء، والفن اللي عم تقدمه فن في ابداع ودائما بنطر اعماله اللي بتكون دائما مميزه وجديده، وخاصه معي بهالاغنيه هيدي علي الحق بألبوم بالعكس 2. وإن شاء الله يعني الألبوم الجاي اللي حكي عنه لأنه سجلنا أغنية تانية كان من المفروض تنزل بهذا الألبوم، أغنية للأطفال رح تكون بألبوم كامل للأطفال اسمه بالعكس كيدز. عبير شو بتقولي اليوم لجون ماري؟ ألف مبروك، ألف مبروك لإله، ألف مبروك لإلنا. هذا العمل كتير حلو، نحن بحاجة أكيد لأعمال دايما يعني تعلب الإنسان موسيقية وتذكرنا أنه الموسيقى حلوة. بقول له مبروك، بقول له ميرسي انه خلاني ابقى في الالبوم ده. انا كنت فان بالعكس اول واحد، فمبسوطه اني بقيت في تاني واحد. وبعدين بقول له انه هو عارف كده، بس انا هقولها له انه هو اللي بيعمله في الفن في الوطن العربي ما فيش حد تاني بيعمله، فميرسي انه هو بيقدم فن كده. انا بارك له لجان ماري وبارك لكل الفنانين يلي تعامل معهم، نقى خيره الفنانين منهم باسم رزق يلي كان له مقطوعة عم شارك فيها. أنا اليوم جاي شارك باسم هالفرحة وأكيد يعني بتمنى لهم النجاح ودايما توفيق يا رب. يعني ألبوم بشكل عام ألبوم حلو ومهم وشي جديد حتى للفالور تبعه، يعني خاصة أنه في مشترك فيه فنانين عالميين مثل خوليو جون لاجن. أنا يعني مبسوط انه شاركت بهذا العمل بغض النظر صداقتي من مع جون ماري. يعني بدي اقول له الف مبروك وان شاء الله من نجاح لنجاح. انا معود على نجاحاته جون ماري رياشي، معود كون قريب منها، عشتها بالعكس 1 وعشتها باعمال غير بالعكس 1 كانت لها صداها اعمال ناجحه مع فنانين بنحبهم، وهلا بالعكس 2 كانت خطوه يمكن جريئه اكبر واكثر من بالعكس 1. ان شاء الله الله يوفقه يا رب وعطول يضل يعمل هيك فرق بالموسيقى. بدي اقول له الف مبروك لانه اولا نجمه السي دي بالنسبه لي هي الفنانه والصديقه اللي بنعزها كثير يارا، فاكيد رح تكون باغ دونور للجميع. وان شاء الله دائما جون ماري معودنا على السربريز وعلى الفيوجن اللي بيعملها بين الشرق والغربي واشياء جديده، اشياء بحط دائما هو نكهته فيها. بحب بارك له طبعا على جون ماري، عم بيجرب يعمل قصص كتير مهضومه، قصص عن جد بالعكس، يعني بيفرجينا الجاز بطريقه عربيه والعربي بطريقه كلاسيك، وهالفيوجن الحلوه اللي عم يعملها انا بهنيه عليها ومبسوط انه في اشخاص عم يجربوا يعملوا محاولات بهالمجال هيدا، لانه نحن بحاجه نطلع بقى من الروتين يلي صرنا عم نعيشه بعالمنا العربي، وجون ماري من الاشخاص يلي عم يساهموا انه يكسروا هذا الروتين.